حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. أزمة المقرات في كركوك، طريق الحل مسدود، وبغداد تتدخل لنزع فتيل الأزمة. الصحة العراقية، استمرار تقديم الخدمة الصحية لزائري الأربعينية. إذن مشاهدينا، ما تزال رسائل التهدئة في مدينة التنوع القديم وصاحبة الصراع المستديم. آخر مستجدات الأوضاع وأزمة المقرات والسبب الأساس في سحب المدينة من مربع اشتداد الصدام ابتدأ من قرار المحكمة الاتحادية التي أصدرت أحكامها الولائية، وصولا إلى تدخل الحكومة السريع وإعدادها خارطة طريق للحل تحتوي الموقف وتمنع الاقتتال وتوقف نزيف الدماء وتحقق الطمأنينة لكل المكونات دون استثناء. وأي تجاوز لهذه النقاط هو إذكاء للفتنة وزج المحافظة في صدام يتجاوز الخطوط الحمر ويؤدي بالحال نحو الانفجار، وبذلك فالكل خاسر في العراق المصغر. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وضمن خطة الإسناد الصحي الخاصة بزيارة الأربعينية، تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها الصحية للزائرين وعلى امتداد الطرق الواصلة لمدينة كربلاء المقدسة. خدمات وقائية وعلاجية تقدمها جميع المفارز الطبية الثابتة والمتحركة. جهود الصحة العراقية تأتي بالتعاون مع الهلال الأحمر وطبابة الحشد الشعبي والطبابة العسكرية والفرق التطوعية، فضلا عن التوعية الصحية وتعريف الزائرين وأصحاب المواكب بطرق الوقاية من الأمراض الانتقالية وسلامة المأكل والمشرب. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن السيد نسيم عبد الله، والترحيب أيضا بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد جاسم العيساوي، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من أربيل. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد نسيم، أهلا بك مرة ثانية. وبعد ليلة دامية سيد نسيم شهدتها محافظة كركوك، الهدوء الحالي، استقرار نهائي وطوي لمرحلة الصدام، له هذا هدوء حذر قابل للتجدد بأي لحظة؟ نعم، في البداية تحية حضرتك أستاذ بشار، وتحية لضيفك الكريم، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريم. أنا أعتقد يعني قضية كركوك هي من القضايا اللي يعني دائما إحنا يعني لدينا خشية من أن يفتح ملف كركوك، طبعا لأسباب عدة. هو يعني تعرف حضرتك اليوم كركوك هي عبارة عن عراق مصغر، الكل لديه رؤية في مستقبل كركوك. طبعا الموضوع ما يتعلق فقط على المستوى الداخلي، لا، حتى هنالك يعني دول لديها يعني رؤية على أنه كركوك يجب أن تبقى على حالها. بالنتيجة أنا أقول لك بصراحة، اليوم قضية أن يبقى موضوع كركوك معلق، هذا الأمر أعتقد يعني غير يعني لحد الآن غير مطروح. مسألة أن يستبعد، احنا اليوم بصراحة علينا أن ننظر بنظرة واقعية لمسألة كركوك. اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقد بأنه هنالك إبعاد للحزب الديمقراطي من كركوك، وبالنتيجة أنا أعتقد اليوم هذا الموضوع هو جاء نتيجة اتفاق قبل أن تتشكل الحكومة، كان أحد الفقرات على أنه يجب أن يرجع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك، وأن ترجع الأوضاع قبل مثل ما كانت قبل الاستفتاء. طيب، هذا الـ يعني ما كان مطروح. انا اقول لك بصراحه، اليوم على الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يعطي رسائل اخرى مختلفه عن الفتره التي سبقت الاستفتاء. تعرف حضرتك اليوم يعني اليوم احنا لما نتابع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال المؤتمرات الصحفيه التي عقدت في
كركوك، هناك خشية من المكونات بالتحديد من الحزب الديمقراطي الكردستان. أنا أعتقد اليوم على الحزب الديمقراطي الكردستان أن يعطي رسالة اطمئنان للمكونات الأخرى حتى يستطيع أن يعمل في كركوك. تعرف اليوم حضرتك إحنا اليوم نعيش في جو ديمقراطي، والحزب الديمقراطي الكردستان يجب يعني لا ضير أن يعمل في كركوك وفي ديالى وفي بغداد، وأعتقد يمكن في الفترات السابقة كان هنالك الحزبين كانت لديهم مرشحين في بقية المحافظات. أنا أعتقد اليوم على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يعطي رسائل اطمئنان لهذه المكونات، ولا ضير. أنا أعتقد اليوم حتى الأخوة العرب والأخوة التركمان يعني من خلال مؤتمرات صحفية أشاروا على أنه يجب أن يعطينا الأخوة الكرد رسائل أخرى مختلفة عن الرسائل السابقة التي أرسلوها لنا. أهلا بك مرة أخرى سيد جاسم. إذا ما حكمت الاتحادية بعدم صحة وقانونية تسليم مقر العمليات لكركوك، عدم تسليم للحزب الديمقراطي، هل سيسلم الديمقراطي بالأمر الواقع؟ على ضيفك الكريم وعلى جمهور القناة في الأيام الفضائية المحترمين، حياك الله سيد الفاضل. هي ليست مسألة مقر مسيطر تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني أو لغيره. الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق ورقة الاتفاق السياسي. تسمعني الصوت واضح؟ أسمعك واضح سيد جاسم، أكمل. الحزب الديمقراطي الكردستاني وافق ورقة الاتفاق السياسي التي أبرمت عنوان تشكيل حكومة محمد الشيع السوداني السيد رئيس الوزراء المحترم. كان هناك اتفاق وإجماع من الكتل السياسية على إعطاء إرجاع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته في كركوك. وإذا كان هذا المقر المسيطر من ضمن المقرات فممكن أن يستلمه، وإذا كان عليه مشاكل أو طروحات أخرى أو لا يروح لبعض الأطراف أن لا يستلم الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهذا مو معناها أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتمسك وتسفك الدماء من أجل هذا المقر. لا بالعكس، الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حفظ دماء العراقيين، مع استقرار الأمين، مع حفظ كرامة الشعب العراقي سواء كردي تركماني سني شيعي أيا كان مذهبه أو دينه أو عرقه، مع حفظ الأمن وحفظ النظام وحفظ الدماء العراقية. طيب إذا تسمح لي سيد جاسم، كيف يعود الحزب الديمقراطي رغم وجود الاتفاق مع الحكومة أو مع الإطار؟ بالمقابل أكو رفض من بعض مكونات محافظة كركوك، شلون يمكن للديمقراطي يتعامل مع هذا الرفض؟ سيد الفاضل، هذا اللي نشوفه، هذا أغلب يعني خلينا نقول مدفوع الثمن سياسيا. هذه متى ما استقر الوضع السياسي وحصل الاتفاق فعلي وحقيقي من الإطار التنسيقي على تنفيذ بنود الاتفاق، سترى أن الأوضاع هادئة وسيعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته. طيب لكن أنت مو ذكرت سيد جاسم أن الاتفاق موجود ما بين يعني ائتلاف إدارة الدولة، كل الأطراف موافقة، كل يعود إلى تجاذبات سياسية، وهذه المظاهرات التي تجري وهذه الدماء التي سفكت كلها جراء الحشود السياسي. نعم سيد. طيب أعود لك سيد نسيم، إيش معنى الاتحاد موجود في كركوك مقرات حزبية بينما أكو رفض أو بعض الأطراف يمكن كما ذكر سيد جاسم أو رفض شعبي لعودة الديمقراطي، خصوصا الانتخابات قادمة، شلون ممكن للديمقراطي أن يرشح ويخوض الانتخابات المحلية بكركوك هو ما عدا وجود حزبي وسياسي؟ طبعا هذا الاختلاف فيما بين الرسائل، يمكن قبل قليل قلت لحضرتك أستاذ بشار، اليوم الرسائل المقدمة للمكونات تعطينا يعني هذا، أنا ما أجيب هذا الكلام من جيبي، هذا الكلام اليوم إحنا اللي نشاهده من خلال المؤتمرات الصحفية. هناك خشية من المكونات من وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك. طيب إيش معنى الاتحاد موجود؟ هذا دليل على أن هناك اختلاف في الرسائل المقدمة لبقية المكونات. أنا أقول لك بصراحة اليوم إحنا علينا إذا تسمح الأستاذ إحنا اليوم علينا، أنا مع أن يكون إذا تسمح لنا سيد جاسم، خلي سيد نسيم يكمل ويرجع لك الوقت مفتوح. أنا بصراحة مع أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني موجود مو فقط في كركوك، حتى في بغداد، حتى في الكوت، حتى في أي محافظة، لا ضير. إحنا اليوم علينا أن يعني أن نؤمن بأن إحنا اليوم إحنا نسود في يعني في فترة ديمقراطية، عندنا دستور، عندنا
احترام لبقية المكونات. اليوم الأخوة الكرد ما موجودين حقيقة في إقليم كردستان، اليوم موجودين في بغداد، في كل المحافظات موجودين. بالنتيجة أنا أقول لك أنا مع أن يكون حزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك، لكن الاختلاف هنا في الرسائل الواصلة للمكونات. اليوم هنالك رسائل، لماذا الأخوة الاتحاد موجودين في كركوك والحزب الديمقراطي الكردستاني غير موجود؟ أنا أقول لك بصراحة، اليوم احنا أنا علينا أن يعني إذا أردنا أن تكون كركوك فعلا هي للتعايش السلمي وأن تكون محافظة حالها حال بقية المحافظات، علينا أن نعطي رسائل اطمئنان لبقية المكونات. أعتقد اليوم حتى بقية المكونات اليوم حتى احنا شفناها في مؤتمرات الصحفية أشاروا على أنه احنا لا ضير أن الأخوة أن يكونوا موجودين، لكن عليهم أن يأتونا بجديد. يعني هذا 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 الكلام مو من جيبي أنا جاي أجيبه، أنا أقول لك هذا الكلام المنقل أو المنقول من الأخوة في العرب والأخوة التركمان. احنا بصراحة يعني اليوم إذا تم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وتم إيصال رسائل اطمئنان لبقية المكونات، أنا أقول لك لا، اليوم كل المكونات مع أن تكون كل المكونات موجودة في كركوك، وقضية الانتخابات الأخوة ترى موجودين يعني في كركوك، يعني الانتخابات السابقة يعني تم إجراءها وأعتقد لديهم عدد من المقاعد في كركوك. عندهم وجمهورهم موجود سيد نسيم، لكن هم بحاجة إلى تمثيل سياسي حتى يمثلون الجمهور الموجود عندهم، كما الحزب حزب الاتحاد، كما الأطراف والجهات السياسية الأخرى عربية أو تركمانية. دعني أعود لك سيد جاسم، ليش وجود الديمقراطي مرتبط بوجود عسكري؟ ليش ما يجي يفتح فقط مقرات حزبية يمارس عمل السياسي؟ ليش يجيب ويا البشمركة ويحاول مسك الأرض أمنيا وعسكريا؟ سيد الفاضل، الحزب الديمقراطي الكردستاني كما كان في السابق عودته كانت البشمركة موجودة ترجع البشمركة، كان مقرات حزبية ترجع مقرات حزبية، لكن هناك رسائل لا تطمن الشارع الكركوكي من قبل الأحزاب الباقية. أما إذا كانت الرسائل من جميع الأطراف مطمنة للشارع الكركوكي، أعتقد سيعود الحزب الديمقراطي الكردستاني دون أدنى شرط أو دون أدنى قيد أو دون أدنى مظاهرة. لا يوجد غير لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته لولا هذه الزوبعة التي حصلت من بعض الأحزاب أو بعض ضعاف النفوس وبعض الذين لا يريدون العراق الاستقرار ولا يريدون العراق الخير. طيب تقبلون سيد جاسم ان الديمقراطي يعود الى كركوك فقط وجود حزبي سيد جاسم وتبقى السيطره الامنيه والعسكريه الى حكومه المركز؟ اثارت هذه الضجه الاعلاميه وهذه المظاهرات وهذه الدماء التي سفكت وهذا الهول الاعلامي، ولماذا هذه التصرفات اللا مسؤولة واللا مسبوقة واللا مقبولة؟ لماذا هكذا؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني هو حزب حال الأحزاب الباقية، يمارس دوره الدستوري ودوره السياسي في كل محافظات العراق، وبإمكانه يمضي قدما من أجل عجلة الإصلاح والتقدم والبناء والإعمار في كل محافظات العراق. فهناك طيب. ورقة الاتفاق. خليني أسألك على هاي الورقة سيد جاسم إذا تسمح لي حتى تكمل حديثك. الاتفاق السياسي اللي جرى قبل تشكيل الحكومة ينص على عودة الديمقراطي والبيشمركة إلى كركوك، لو بس الديمقراطي، يعني ليش مشترط دائما الديمقراطي يعني عودته إلى كركوك مع وجود البيشمركة؟ شنو كان الاتفاق السياسي؟ ورقة الاتفاق السياسي كانت عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقراته، سواء العسكرية أو الحزبية. يعني بشمرقة إضافة إلى الحزب الديمقراطي. شلون؟ البشمرقة أيضا الاتفاق السياسي كان أنه البشمرقة أيضا يعودون إلى مسك الملف الأمني بالمحافظة. جزء من الملف الأمني طبعا سيكون بيد قوات البشمرقة، وقوات البشمرقة منين؟ ما عراقيين، ما مرتبطين بالقادة العامة والقوات المسلحة. حالهم حال هيئة الحشد الشعبي اللي مرتبطة أيضا بالقادة العامة والقوات المسلحة ووزارة الدفاع العراقية. وبالمؤسسة العسكرية، وهم يتقاضوا الرواتب من المؤسسة العسكرية، حالهم حال الجيش العراقي. البشمركة ليش يعني خارجين عن القانون؟ بالعكس، البشمركة هم منضبطين وتحت أمرة قيادة حكيمة وترتبط بالقيادة العامة والقوات المسلحة وبالقوات الأمنية، وحال حال أي قوة أمنية ماسكة الأرض في كل محافظات العراق. لماذا هذا التصرف بالذات في هذا التوقيت؟ لا يراد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يشارك في الانتخابات المقبلة في كركوك. هذا كل اللي
جرى، ليس مسألة مقر أو مقرين أو لا يريدون دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن طيب هم لا يريدون عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك من أجل عدم ممارسة الحق الدستوري والسياسي في الانتخابات المقبلة لمجلس محافظة. طيب سيد نسيم، اقتربت الانتخابات المحلية، الكل يعرف حساسيات هذه الانتخابات في محافظة كركوك، لكن هي عامل يمكن لتفجر الأوضاع في المحافظة. ما مدى تأثير هذه الأحداث على إقامة هذا الاستحقاق في كركوك؟ يعني إذا بقى الحال على ما هو عليه، أنا أقول لك من الصعوبة بأن يتم إجراء الانتخابات في محافظة كركوك. لكن بصراحة اليوم، أنا اليوم أعتقد هنالك رأي داخل، يعني داخل أروقة السياسيين ولدى صناع القرار السياسي، على أنه يجب أن يتم إجراء انتخابات يعني في كل العراق. يعني شلون الديمقراطي شلون يخوض الانتخابات في كركوك؟ هو نزل قائمتين، الاتحاد واحد والديمقراطي واحد، شلون حزب يخوض انتخابات هو ما عنده وجود سياسي وحزبي في المحافظه؟ لا الاخوه موجودين يعني في كركوك، اعتقد يعني سياسيا موجودين. انا قلت الى قبل قليل يعني حتى لديهم اعضاء في مجلس النواب، بالنتيجه يعني هم اشتركوا في انتخابات مجلس النواب ولديهم مقاعد في كركوك. واليوم انتم يعني الاتفاق على رجوع المقرات السياسيه بدون المقرات العسكريه، اعتقد هو هذا الحل الحقيقي اليوم. يعني ان يتم، يعني اليوم انا بصراحه احنا ما يعني ما مؤمنين بقضيه القوه، اعتقد اليوم الخيار الحوار هو الاسلم والافضل، باعتبار اليوم يعني في كل الاحوال حاله الصراع وحاله الخصومه الكل خاسر. يعني قبل كم يوم الاخوه رحمة الله عليهم الضحايا اللي يعني الأخوة الشباب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعتقد اليوم إحنا من الحزب الديمقراطي سواء كان عربي أم كردي إحنا ما نتمنى أن يصيب أحد أذى. بالنتيجة أنا أقول لك اليوم إذا لجأنا إلى الخيار السليم والخيار الوسط حتما سوف يكون حل لقضية كركوك، وإلا يعني مسألة الصراع الأقوياء الكل راح يخسر فيها. لا هو يمكن يعني ما معقول أنه يبقى موضوع كركوك معلق طيلة هذه السنوات دون حل. لكن أيضا كما تساءل سيد جاسم، السؤال لسيد نسيم، لكن سيد جاسم تساءل ليش انفتح هذا الموضوع وأجج في هذه الفترة. يمكن حضرتك أيضا سيد نسيم قلت أكو خشم ملف كركوك، ليش انفتح بهذا التوقيت وبهذه الطريقة أيضا؟ أنا أعتقد اليوم قضية أن يتم التعامل مع قضية كركوك بهكذا يعني إدارة، أعتقد هذا الموضوع غير صحيح. يعني أن يتم الإتيان بقوة عسكرية في محافظة كركوك من بعد يعني فترة من إحنا ما أريد أقول من الخصومة، بس فترة يعني من بعد الاستفتاء، هذا الانطباع اللي انترك عد المكونات انطباع مو ما نتمنى ان يبقى ويسود في الفتره القادمه. هذا اعتقد هو اللي انطى يعني خوف من بقيه المكونات على انه سوف ياتي الحزب الديمقراطي الكردستاني وراح يمارس سياسته اللي هي كانت قبل الاستفتاء. هذا اعتقد الذي وصل الى الناس. انا اقول لك اليوم احنا اذا اردنا ان نعيش بسلام والكل يعيش بسلام، علينا ان نجعل من كركوك هي يعني فد حالة يعني ناجحة للمرحلة القادمة. علينا أن نعطي لكركوك حالة من التعايش السلمي، وعلينا أن نبعد كركوك من قضية الخصومة فيما بين المكونات السياسية. اليوم أن ننقل الخصومة السياسية من المكونات إلى الشارع، أعتقد هذا أخطر في المرحلة القادمة. نعم. طيب سيد جاسم، الاتحاد يمكن خالف رأي الديمقراطي بشأن أحداث كركوك. الاتحاد دعا الحكومة المركزية لاستئصال مشكلة كركوك من جذورها. طيب الحزب الديمقراطي، كيف قرأتم موقف الاتحاد شريككم السابق؟ الاتحاد هو ما جرى في عام 2017 ذكر على لسان الحزب الديمقراطي الكردستاني فخامة الرئيس كاظم سعيد البرزاني، قال هذه خيانة عظمى من قبل الاتحاد الوطني، ولكن جرت المقادير وجرت الامور الى ان وصلت الى تشكيل الحكومه وحصل الاتفاق مع كافه الكتل السياسيه الكرديه والسنيه والشيعيه، كلها وقعت على ورقه الاتفاق السياسي من اجل المضي في تشكيل الحكومه. لكن غالبا ما نرى كلما يصل الاتفاق بين الاقليم والحكومه الاتحاديه
نرى أن تخرج أناس أو نواب من هنا وهناك لخلق فتنة ولعدم استقرار الوضع وعدم تمشية الأمور على نصابها الصحيح بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. هذا ما لاحظناه على مدار السنين السابقة وعلى مدار الدورات السابقة. لم تمضي العجلة كما يراد لها وكما يرسم وكما يكتب على الورق. والحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بحق الدستوري حرفيا، ويطبق الورقة الاتفاق السياسي أيضا حرفيا، وهو لا يريد أكثر من استحقاق حق الدستوري يطالب به، وهذا حق الشعب وحق السياسي وحق المواطن أن يطالب بحقه. اللي يطالب بحقه ما لا ضير عليه. فالحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم يطالب كافة الكتل السياسية إلى ضبط النفس وإلى تغليب لغة الحوار وإلى الحكمة وإلى عدم المساس بحياة المواطن العراقي أيا كان كردي أو سني أو شيعي كما أسفت أو حتى من القوميات الأخرى. نعم. ويرى أن هذه الضجة الإعلامية أخذت حيزا كبيرا وأخذت مسارا انحرف عن مسارها الصحيح. الحزب الديمقراطي الكردستاني هو ارسل رسائل اطمئنان لكل الشعب العراقي، ليس الى شعب كردستان. شلون ارسل رسائل اطمئنان سيد جاسم؟ انه حزب مسالم متعدد الطوائف، ليس قومي، يمتلك كافه مقومات عيش المواطن العراقي، ولكن هذه النجاحات لا تروق للاحزاب الباقيه التي محافظاتها خاويه على عروشها، لا تمتلك اي تقدم من ناحيه الاعمار والبناء والخدمات والامن والاستقرار. هذه المحافظات الجنوبية والوسط وحتى محافظات الأخرى يعني ما بين الفراتين. طيب. هذه المحافظات الخاوية لا تمتلك شارع مبلط ولا خدمات ولا مدارس ولا صحة ولا غيره، كلها يجون إلى الإقليم يتنزهون ويستنشقون الهواء العذب. وأما في محافظات الجنوب والوسط عايشة بالويل والأمرين، والنواب والسياسيين لا يلتفتون الى شعبهم. بالعكس، الحزب الديمقراطي طيب. الكردستاني عندما يدخل الى منطقه تبصر النور لانه يبدي بخدمات واعمار وامن. وهذه الزوبعه الاعلاميه التي اصبحت يزج بها الاعلام الديمقراطي سيد جاسم مو طرف بهذه الزوبعه الاعلاميه، انت كيف تتحدث عن رسائل تهدئة وطمأنة؟ يعني اليوم كان اكو رد من مستشار رئيس حكومة الإقليم السيد كاروان محمد انه يجب ان يعرف العالم ان العراق غاز ومحتل بجيشه وحشده ومحكمته المهزلة. طيب هذا مو تأجيج للفتنة ومخاطر الصدام؟ السيد رئيس الوزراء يعني شو بده يشوف عسكر، يشوف مظاهرات، وكلها يعرفها هي مسيسة، كلها مسيسة. نعم. كلها مسيسة ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني بما فيهم حتى الاتحاد الوطني شريك بهذا. انا اجزم لك لانه الاتحاد الوطني واختلاف الى الدوله بما في الاطار التنسيقي ومن لف لفهم وكل من وقع على ورقه الاتفاق السياسي انقلب عندما تمسك بالكراسي وجلس على مقاعد السلطه، انقلب على الحزب الديمقراطي الكردستاني. لا يريد لأن ينظر الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاتفاق السياسي، وحتى قانون النفط والغاز هو دائما ما يطالب بإقرار القانون ودائما ما يريد أن ينفذ هذا القانون، لكن هناك حركات سياسية وحزبية أخرى لا تريد تمشية هذا القانون. إلا أنه نرى ونتأمل في شخص السيد رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، نلتمس منه أن يمضي قدما في إجراءات الحكومية الرادعة للخارجين عن القانون والذين يحملون السلاح خارج إطار الدولة والذين لا يريدون العراق خيرا، وحتى الكلام المحرض يجب أن لا يدار عبر قنوات الإعلام. هذا كله لا يصب في مصلحة الشعب العراقي. ورأينا دماء الشباب التي راحت بان المظاهرات هذه في كركوك، ألا يكفي دماء الشعب العراقي؟ ألا يكفى هذا الضيم الذي مر منذ 2003 إلى أحد هذه اللحظة؟ طيب. وأفلاس كانت أيضا متضررة من النظام السابق.
كل هذا الضير الذي وصل إليه الشعب طيب. العراقي ألا يكفيهم؟ واضح واضح سيد جاسم. دعني أعود نقطة وقت إلى سيد نسيم. يعني هكذا تصريحات جاءت مقابل دعوة تهدئة مستشار رئيس حكومة الإقليم، دعا أيضا إلى تظاهرات ضد اضطهاد الحكومة المركزية تحديدا. طيب يعني خطابات العدائية والتراشق بالاتهامات في هذه الفترة الحرجة، إلى أي درجة ممكن أن تعمق من هذه الأزمة؟ يعني أنا قلت لك أستاذ بشار في بداية حديثي، يعني هذه الرسائل حقيقة تعطي مؤشر على أن يعني الخطاب هو غير الخطاب المسالم، غير الخطاب الذي يحاول أن يعني أن يعطي رسائل تهدئة للشارع. يمكن أنا اليوم ما أريد أقول، يعني ما أريد أكون منحاز، أو قد تكون شهادتي مجروحة في مسألة التعامل على المستوى الإطار التنسيقي ككل وعلى مستوى الحكومة. ما شفنا خطاب تصعيدي اتجاه الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستان، وأنا أعتقد يعني حتى الإطار مو خطاب تصعيد بالشارع، مو خطاب، أنا جايك جايك ساد جايك ساد، لا بالعكس أنا أقول لك حتى يعني حتى حديث الـ يعني أنا يمكن اليوم شفت أحد النواب، أحد نواب الإطار تم يعني أكو اتصال فيما بينهم، ونواب أحد نواب الإطار أنب هذا النائب لأن يتكلم بلغة غير صحيحة. يعني بالنتيجة اليوم الإطار التنسيقي، نعم، قسم من يعني نائب من نواب الإطار التنسيقي اتصل بأحد نواب الإطار التنسيقي وبلغ، هو أحد الكتل السياسية، وبلغ على أنه كلامك غير صحيح في هذا الوقت. بالنتيجة هنالك لغة يعني جيدة فيما بين الإطار وحتى الحكومة، لكن اليوم التغريدات اللي تصل إنه من أعلى المستويات في إقليم كردستان، نعم، يعني تعطينا رسائل يعني بصراحة يعني غير محترمة. اليوم المحكمة الاتحادية ما تمثل الحكومة فقط، تمثل العراق ككل. يعني قضية التجاوز على المحكمة الاتحادية، قضية التجاوز على الحكومة الحالية، أعتقد هذا الأمر غير صحيح. يعني هذا الأمر، هذه اللغة، لغة الخطاب الاستعلائية، هذا أعتقد يعني مع الأسف يعني أن تصدر من الأخوة في الإقليم، هذا الأمر يعني إلى فد تأثير في نفوسنا ما نتمناه. هو بصراحة احنا اليوم انا كمواطن وكجزء من الإطار، انا اعتقد اليوم الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني هم حالهم حال الاتحاد، حالهم حال دولة القانون. بالنتيجة وجودهم في كركوك وفي اي محافظة هو وجود محترم. احنا اعتقد اليوم هذا القرار الحقيقي لدى الشارع ولدى صناع القرار. سيد جاسم، لقاء السودان بنواب محافظة كركوك، الاتفاق حول صيغة تهدئة معينة، ممكن فعلا أن يعزز من حالة الاستقرار؟ نعم، خطاب السيد محمد الشاع السوداني السيد رئيس الوزراء المحترم وأدى إلى تهدئة الشارع، ونتأمل الأيام القليلة القادمة سيهدأ الشارع وستمضي الأمور على ما يرام، ونأمل من الحكماء في الإدارة التنسيقي أن لا يعودوا إلى المربع الأول، و تكون هناك مظاهرات والمظاهرات لا تجدي نفعا، انما التفاهم ولغه الحوار هو من يصل الى النتيجه النهائيه التي تخدم مصلحه الشعب العراقي. ونحن كحزب ديمقراطي كردستاني لسنا بطلاب مقررات، ولكن هذا استحقاق، هذا الاستحقاق اريده لا اكثر ولا اقل. والمساله مو مساله مقر مسيطر، صدقني هذه المساله خلقت لاجل اما لتاجيل الانتخابات، اما ان تكون كركوك خارج السياقات والنظم الدستوريه وعدم اجراء انتخابات في كركوك، واما ان تكون فوضى عارمه تنهي دور الحكومه كامله. هذه ثلاث محاور محتمله. طيب اذا ما استمر الوضع متازم، واذا تغلبت لغه الحوار وتتبعت الخطوات الايجابيه، لا بكل تاكيد سترجع المياه الى مجاريها. طيب سيد نسيم، بالنسبة لقيادات السيادة، شو عجب ماكو تصريحات تتلائم وحجم الأحداث ومخاطرها في كركوك؟ يعني بجرف الصخر وعد بالصلاة، وحقوق المكون بكركوك ماكو اهتمام بها. يعني أنت اليوم بصراحة تشوف العجب من بعض الكتل السياسية، ما أريد نقول ككل، اليوم تشوف عندهم مواقف في جانب معين، لكن في قضايا اخرى عندهم موقف اخر مغاير. هسه احنا ما نريد نقول اليوم قضيه كركوك
تمس كل العراقيين. وأعتقد اليوم القناعة اللي عند الناس على أنه يجب أن تكون كركوك لكل العراقيين، الأخوة في الحزب الديمقراطي وكل المكونات الأخرى. طبعا هذا أعتقد هذا حتى رأي حتى رأي الأخوة في الاتحاد في الحزب الديمقراطي. أعتقد هذا حتى رأي الأخوة. أنا أقول لك بصراحة اليوم إحنا يعني كافي خصومة، كافي صراع على مقدرات، على إمكانيات، على نفط، على أنا اللي أتمنى اليوم يعني إحنا انتقلنا في مراحل من الصراع. إحنا كنا في فترة من الفترات كان هنالك صراع فيما بين السنة والشيعة، أرادوا الآخرين أن يكون هكذا صراع. اليوم أن يتحول الصراع إلى عربي كردي، أعتقد هذا الكل رافضه، وما نتمناه هو حقيقة أن نحاول نحل مشاكلنا. اليوم أعتقد العراق وكل بلدان المنطقة على أنه تسير باتجاه التنمية. اليوم علينا أن نسير باتجاه التنمية. اليوم كركوك، الأربيل، السليمانية، والله إحنا نشعر بالفخر لما نشوف الازدهار والإعمار، باعتبار اليوم كركوك وأربيل وسليمانية هي جزء من هذا العراق إن شاء الله اللي راح يكون إلى مستقبل. أنا أقول لك بصراحة اليوم علينا أن نسير بعقلية التنمية، علينا أن نبتعد بعقلية السيطرة. إحنا إذا انتقلنا من هذه العقلية إلى عقلية أخرى أعتقد راح نكون بخير. مسألة أن تكون كركوك وأن تكون ديالة وأن يكون العرب ما يقبلون ينطون كركوك ولا الأخوة الكرد يتنازلون عن كركوك. هاي النقطة تحديدا سيد نسيم إذا تسمح لي قاطعك، نواب عرب كركوك يعني كانوا يعرفون بهذا الاتفاق السياسي بين مكونات تحالف إدارة الدولة، ليش ما حكوا بوقتها واعترضوا؟ ليش هسه يلا الاعتراض صار من عندهم؟ يعني ماك اليوم اعتقد احد المؤتمرات الصحفيه اشار يمكن احد الشيوخ على ان الاتفاق تم ما بين احد النواب ما اجوا لاهل كركوك. انا اقول لك بصراحه يمكن في بدايه اللقاء قلت لك اليوم على الاخوه ان يعطوا رسائل اطمئنان للاخرين. اليوم ايش معنى الاتحاد موجود في كركوك والحزب الديمقراطي غير موجود؟ هنالك رسائل هسه قد تكون، انا اقول لك قد تكون مو صحيحه. انا خلينا نطمن، هذا سؤال مهم سيد جاسم. قد تكون مو صحيحه استاذ. خلينا نطمن سيد جاسم، هذا سؤال مهم اريد جواب من سيد جاسم. علينا ان ناتي برسائل اطمئنان للكل. انا اقول لك بصراحه اليوم اذا اعطى الاخوه في الحزب الديمقراطي رسائل اطمئنان ورسائل احترام للآخرين، أعتقد اليوم الحزب الديمقراطي راح يكون في كركوك وفي كل المحافظات الأخرى. هاي الرسائل يمكن حاليا من نواب أكراد أو نواب الديمقراطي في كركوك انطوا هاي الرسائل اليوم خلال اجتماعهم مع السوداني. تفضل سيد جاسم، ليش الاتحاد موجود والديمقراطي ما موجود؟ مو بسبب سياسات الديمقراطي عندما كان ماسك كركوك؟ لا مو بسبب السياسة، لا بس تفضل. أخو تعارض بين سياسة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني. الاتحاد الوطني يتناغم مع الإطار التنسيقي، ولذلك ترى أنه جالس في مقراته، لكن اختلاف الديمقراطي الكردستاني مع الإطار فترة ما جعل أن يكون خارج حسابات كركوك. والآن بعد العودة للاتفاق السياسي وأبرم اتفاق في ورقة الاتفاق السياسي وتم وتوقع كافة الكتل السياسية وكافة الزعماء وصوت عليها في مجلس الوزراء، يجب ان تنفذ حتى لا نرجع للمربع الاول. طيب لكن السيد جاسم انت تقول اكو تناغم ما بين الاتحاد والاطار، لكن الرفض حاليا من كركوك من 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 العرب السنه ومن التركمان. لا العرب السنه لم يعارضوا عوده الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك، ولكن عارضوا فقط المقر المسيطر. وهذا هذه الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس يعني يجوز يتخلى عن المقر المسيطر، مو شرط المقر المسيطر مو فد شيء يعني مهم للحزب الديمقراطي الكردستاني، المهم وجوده في المقرات الاخرى. نعم مو شرط يعني. طيب هذا رايي الشخصي. طيب نعم. سيد جاسم، الشيخ نائب وصف العاصي مو من العرب السنه؟ نعم من العرب السنه من رجبوه. نعم ليش هو العبيد اعتقد يمكن هو الشيخ عامل العبيد هو الرافض لوجود وعودة الديمقراطي الكردستاني؟ أنا البارحة شفت له خطاب متلفز قال نحن ما عندنا شيء ويا الحزب الديمقراطي الكردستاني ونطالب بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقرات. هذا البارحة عدا المقر المسيطر والمقر المسيطر ليس بقبلة للإسلام ولا الحزب الديمقراطي الكردستاني.
يا أخي هذه قلت لك هذه كلها زوبعة إعلامية سياسية من أجل تأجيل الانتخابات، إبعاد كركوك عن الانتخابات، فوضى عارمة تعم على البلد كله. من هذا ثلاث محاور أكو أيدي خفية بس تشتغل عليها. ولا أبدا الحزب الديمقراطي القسطنطيني لم يكن نقطة اختلاف في كل هذه التفاصيل. الحزب الديمقراطي القسطنطيني ماد إيده للسلام ويحمل بيده قصن الزيتون. أبدا لم يطرق باب أحد أو يعتقل أحد، أو كما يشار بالإعلام أنه جثث. وما وين الجثث؟ خطر عندنا جثة واحدة، وين الجثث؟ كلها جوبة إعلامية يراد بها إبعاد الحزب الديمقراطي القسطنطيني عن الانتخابات في كركوك. هذا واحد. أما إبعاد كركوك كاملة عن الانتخابات هي مكوناتها، وأما فوضى عارمة تعم البلد بالكامل، وهذا كله أيادي خفية تشتغل على هذا الجانب. طيب ماذا عن بقية المقار؟ يمكن 32 مقر هو للديمقراطي، متمسكين بالعودة واستخدام واستلام هذه المقار كلها 32؟ ممكن، ما أعرف والله، ما عندي تفاصيل إنه دخلوا المقرات أو لا. خلينا أرجع لك سيد نسيم، عندك معلومات عن قضية الرفض لتسليم المقر المسيطر إلى الديمقراطي أو إلى قوات البيشمركة؟ فعلا كان هذا المقر هو اللي يقود عمليات اعتقالات وتغييب وتعذيب كما تذكر بعض الأطراف التركمانية وكذلك يعني العربية؟ يعني احنا اللي نشاهده بس بصراحة، دقيقة، من يدعي عليه الإثبات؟ وين الإثبات؟ ما في إثبات. احنا اللي نشاهده بصراحه، يعني احنا تعرف يعني اهل كركوك هم اعلم بالمؤسسات اللي موجوده في كركوك، حسب المؤتمرات الصحفيه اللي شاهدناها على ان هذا الموقع هو يعني لديه يعني كان يستخدم، يعني هو حسب ادعائهم لحد الان. انا يمكن قلت لك قبل قليل ماكو اثباتات، يعني ما اعتقد اليوم 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 لا من حق اي شخص، لا من حق الشيعه ولا من حق السنه، ويسجن ويعدم واكو جثث. اذا تسمح لي اتحدى تحدي، خلي طلعنا جثه واحده، اذا تسمح يقولون جثث خلي طلعنا جثه واحده. يا اخي هذه قلت لك واكررها مرارا وتكرارا وسجلها عليها، ثلاث نقاط هذه المحاور هي هذه: لو ابعاد الحزب الديمقراطي القسطنطيني عن انتخابات كركوك، اما ابعاد كركوك وكل مكوناته بالكامل عن الانتخابات، اما فوضى عارمه تعم البلاد كامله. هذه ثلاث محاور تشتغل عليها ايادي خفيه مدعومه من دول خارجيه. نقطه راس صدر. طيب هذا يمكن سيد نسيم بحاجه الى اثباتات ايضا، واهالي كركوك وقياداتهم هم اللي يعرفون هذا الموضوع واعلم به، والقانون موجود طبعا. لكن دعني اختم معك بسؤال اخير سيد نسيم. اكو ابعاد اقليميه بمساله كركوك، اكو ارتباط بالشرق السوري مثلا، او اكو دعوه تركيا لحفظ حقوق التركمان في كركوك، ابعاد مثلا البكك عن هذه المناطق، الى اي درجه مرتبط اللي صار بكركوك بكل هذه الابعاد؟ يعني احنا اليوم بصراحه علينا ان نبعد يعني وضعنا وشاننا الداخلي عن ما يدور يعني في دول الجوار. تعرف اليوم الدول يعني أصبح العالم متداخل. اليوم أزمة أوكرانيا أثرت على كل العالم، أزمة الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على كل العالم. اليوم ما يحدث في الشأن الداخلي العراقي إلا تأثير حتى على دول الجوار. أعتقد هنالك تصريح وهنالك اهتمام من تركيا وحتى الدول المحيطة بالعراق بقضية كركوك. طيب احنا اليوم علينا ان لا نعطي الاخرين فرصه للتدخل في شؤوننا الداخليه. اليوم تركيا تعتقد بان كركوك هي العمق التركماني او العمق التركي لدى، يعني باعتبار اليوم عندنا الاخوه التركمان في محافظه كركوك، واي مساس بكركوك هو اعتقد ينطيها يعني ذريعه للتدخل في الشان العراقي. علينا ان نحافظ على خصوصيه كركوك، وأن لا نعطي الآخرين مبرر للتدخل في الشأن الداخلي. أعتقد طيب. أعتقد اليوم إن أدرنا الأمور، يعني إن تم إدارة الأمور إدارة صحيحة، أعتقد ما راح نعطي الآخرين مبرر للتدخل في الشأن العراقي. نعم. الشكر الجزيل لكم عضو المكتب السياسي لحركة اقتدار وطن السيد نسيم عبد الله، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد جاسم العيساوي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب من أربيل، شكرا لكم سيد جاسم. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. الصحة العراقية، استمرار تقديم الخدمات الصحية لزائري الأربعينية.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب أيضا بالمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. أهلا بكم دكتور سيف، وندعو الله أن يعظم لكم الأجر والثواب إن شاء الله. وبداية أود أن تحدثنا عن مضامين خطة الإسناد الصحي الخاصة بالزيارة الأربعينية وتفاصيل خطتكم الخاصة بجانبها العلاجي والوقائي أيضا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله، أعظم الله لكم الأجر والثواب. سيدي الكريم، وزارة الصحة أعلنت خطتها وبدأت بإعدادها مباشرة بعد نهاية زيارة العاشر من المحرم، واستنفر سيدي الوزير جميع دوائر الصحة في الوزارة في بغداد والمحافظات لتقديم الإسناد الطبي والصحي من ناحية الأدوية والمستلزمات الطبية، سيارات الإسعاف والملاكات الطبية والتمريضية والملاكات الصحية المختلفة لدعم دار صحة كربلاء، وطبعا جميع دوائر الصحة على خط طير الزائرين، يعني بابل، النجف، واسط، يالا، البصرة، خصوصا المحافظات أيضا التي فيها منافذ حدودية تستقبل الزائرين سواء كانوا سيرا على الأقدام أو من خلال وسائل النقل. وبالفعل بدأ العمل الفعلي قبل أكثر من أسبوعين، ولحد هذه اللحظة مستمرون، وإن شاء الله لغاية يوم الزيارة ولا تنتهي الخطة في يوم الأربعين نفسه، اللي تعرف جنابك تحدي كبير هو عودة الزائر. وبالمناسبة من أكبر المشاكل التي يعني التحديات الصحية التي نواجهها هو موضوع حوادث السير. وهذه دعوة للجهات المعنية بسلامة الطرق وتطبيق قواعد المرور للتأكيد على الالتزام بالتوجيهات الخاصة بسلامة السير والطرقات. لأن حوادث السير كما بينت جنابك هي من التحديات الصحية التي تواجه الوزارة عليها. طيب دكتور، هذه الحوادث المرورية هذا العام كانت كثيرة جدا، لازمت هذه الزيارة، كيف تعاملتم مع هذا التحدي وإخلاء وإسعاف المصابين دكتور؟ يعني هي كل تجمع موضوع احتمال حدوث حوادث السير هذا وارد، من ناحية منحها وأسبابها هذا ليس مسؤولية وزارة الصحة، احنا دورنا من لحظة حدوث الحادث لا سمح الله احنا الإسعاف طبعا. إسعاف وإخلاء المصابين رغم وجود هذا الزخم وقطع الطرق. نقل مصابين وتمييز حالتهم حسب درجته وحسب خطورته وحالته لأقرب مؤسسة صحية، وهذا الحمد لله مأمون به لحد الآن. ما عندنا مشكلة من ناحية انتشار سيارات الإسعاف والمسعفين وأيضا استعداد المؤسسات الصحية. أضف إلى ذلك أن هناك مئات المفارز الثابتة والمتحركة على طول خط الزائرين، وهناك أيضا لابد أن نذكر دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية غير وزارة الصحة، طبعا الجزء الأكبر على وزارة الصحة، لكن إضافة العتبات أيضا لها دور كبير، إضافة القوات الأمنية والحشد الشعبي، وما ننسى المتطوعين من العراقيين من الشباب من أطباء ومنظمين من مختلف الملاكات، وأيضا متطوعين من غير العراقيين من مختلف دول الجوار ودول العالم، أيضا هناك مفارز تقدم الخدمات للزائر. لحد هذه اللحظة طيب، كما بين السيد الوزير في أكثر من ظهور إعلامي هو يتابع ميدانيا وشخصيا تقديم الخدمات الصحية للزائرين، أعلن أنه ملايين المراجعات، واحنا كل يوم عندنا احصائيه رسميه وان شاء الله بعد انقضاء الزياره ستعلن الاحصائيه النهائيه، ومئات الاف الفحوصات المختلفه، الفحوصات المختبريه، الفحوصات الشعاعيه، فحوصات السنه، فحوصات سلامه الاغذيه، وايضا مئات وربما تجاوزت الالف عمليه جراحيه مختلفه الانواع طبعا والدرجات ما بين المتوسطه والبسيطه والكبرى وحتى فوق الكبرى. لحد هذه اللحظه في وزاره الصحه ما عندنا مشكله من ناحيه تقديم الخدمات، رغم الضغط الهائل رغم ملايين الزائرين والمستمره الخدمات. طيب، لحد هذه اللحظه دون مشاكل ان شاء الله.
طيب سؤال أخير دكتور سيف، أود أن تحدثنا عن مدى تعاون العتبتين المقدستين مع وزارة الصحة، خصوصا أن العتبات وضعت مشافيها تحت تصرف وزارة الصحة. التعاون تام وكامل ومباشر، وآخرها ليلة أمس أيضا سيد الوزير جاء أحد المؤسسات الصحية المهمة التابعة للعتبة اللي هي مستشفى دين العابدين، طبعا عندي مفارز مختلفة الأحجام، وطبعا السيد الوزير في تواصل واجتماع مستمر مع المسؤولين عن الملف الطبي في العتبة، هيئة الصحة والتعليم الطبي، والتعاون ما شاء الله يعني في أحسن حالاته، وأكيد نحن تجمعنا غاية واحدة هو خدمة الزائرين من كل الجنسيات والاستعداد لأي طارئ لا سمح الله من ناحية الأوبئة، من ناحية لا سمح الله حدوث تعرض للزائرين أو حوادث السير أو أي عارض مرضي ممكن أن يتعرض له أو يصاب به الزائر، واجب كل الجهات وأولهم وزارة الصحة وتخدم الرعاية الطبية. المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، شكرا لكم، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف، شكرا لكم دكتور، نسأل الله أن يعظم لكم ولكل خدام الإمام الحسين الأجر والثواب بهذه المناسبة والذكرى الأليمة. إذن مشاهدينا إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، نسأل الله أن يعظم لنا ولكم الأجر والثواب، وإلى اللقاء.